طيب يا جماعه، يمكن يكون كلنا كده عارفين ان مفيش حد فينا خلاص بقى بيستغنى عن السوشيال ميديا، حتى لو في ناس كتير ممكن يكون لسه ما بتحبش الموبايلات ويكون كمان علاقتها بالسوشيال ميديا ضعيفه جدا، الا واذا لازم بتلجا في الاول او في الاخر لمحركات البحث، تروح تلجا مثلا لجوجل. فجوجل دايما بيكون مسجل ايه اكتر حاجات بيتعمل عنها سيرش مثلا في مصر او في الوطن العربي او في العالم كله. ممكن يكون كمان شويه هيكون معانا اكتر ايه الحاجات اللي العالم كله رصدها او جوجل عامه رصدها ان يكون اتعمل عليها اكتر محركات البحث. جوجل بالنسبه لنا اصبح ان احنا ممكن حد عايز معلومه طبيه محتاج استشاره سريعه فيخش يقرا عن حاجه، عايز مثلا وصفات مثلا البنات مثلا حاجه للشعر حاجه للوش تلاقيهم برضو رايحين في الاول او في الاخر لجوجل. احنا كرجاله ممكن بنلجا مثلا اي حاجه للعربيات، انواع مثلا زيوت معطرات، انواع العربيات اللي نازله في السوق، هتلاقي كل حاجه بقت من خلال جوجل. كل ده بيتسجل، كل ده بيقدر يبان. اهي دي صوره نمطيه انه البنات هي اللي بتدور على الميك اب ووصفات للشعر والبشره، والرجاله هي اللي بتدور على العربيات والمحركات والزيوت. ليه؟ طب ليه بندور على حاجات تانيه؟ اخد فاروق ونشوف. لا بندور على حاجات تانيه برضو عادي على فكره بقى بالعادي عادي ريسيرش على اي حاجه. ايوه مش لازم نقول مثال انه البنات بتدور على كذا والرجاله بتدور أيوة على كذا. ايوه بس دي حقيقه. لا مش حقيقه. دي حقيقه. يعني انا بقى فاروق دي حقيقه على فكره. مش هنتكلم كتير دي حقيقه. دي حقيقه. خلينا نعدي الفقره على خير ونقول عندنا ايه كان السنه دي كان اكتر حاجه اشهر حاجه موجوده واكتر حاجه خلاص كانت منتشره. نتكلم في العام، نتكلم في المجتمع. مش على البنات ولا على الستات، اكتر حاجه موجوده. يا حول الله يا رب. طب انت شايفه ايه نوره؟ كان ايه اكتر حاجه ممكن الرجاله والبنات والسيدات كانوا بيدوروا عليها على جوجل مثلا؟ ايه ده مسلسل؟ عم ماشي يا رايح مسلسل الخبار. مسلسل سكويد جيم. قول يا ساره قولي لي اقول لهم ايه. ايوه صح. جوجل مش عنصري فمش مقسم ستات ورجاله، هو كاتب في المطلق كده، وحتى كمان مش عنصري مش كاتب دوله بعينها، كاتب كل العالم. انا بقى كنت بشرح. الله، انا بشرح لسادة المشاهدين الناس بتلجا ليه في ايه؟ ان هو يعني الناس على فكره عارفه جوجل. ماشي مفيش مشكله. مش لازم نديلهم امثله البنات بتدور على ايه. المهم يا جماعه يعني كل الناس عارفه جوجل؟ كل الناس عارفه جوجل؟ كل يعني الناس اللي بتستخدم الانترنت عارفه جوجل. لسه في ناس جديده انترنت مثلا بيستخدموا جوجل هو بيعرفوا لهم. طب خلاص تعريف يا شيكو. قول براحتك يا حبيبي اللي انت عايزه. اكمل اروح ولا خلاص بقى خليها خلاص اكمل معاها الكلام. المهم يا جماعه عفونا عني انه اكتر حاجه من اكتر الحاجات اللي الناس دورت عليها، ولكن الكلام ده مش في مصر، ده على مستوى العالم، كان مسلسل الحبار او مسلسل سكويد جيم. ده اللي كان نزل على منصه نتفليكس من فتره وحصل عليه ضجه كبيرة جدا على السوشيال ميديا، وناس كتير اتكلمت عنه، وناس كتير صنفته انه من اكتر الاعمال عنفا، ناس كتير صنفته انه اكتر مسلسل مش انجليزي او مش امريكي يعني، ولكن حصل على اعلى نسبة مشاهدة خلال الفترة اللي نزل فيها، فكانت دي من اكتر الحاجات اللي الناس اهتمت بيها. دي من ضمن الحاجات الفنية يعني. وبرضه من ضمن الحاجات اللي هي السياسيه شويه اللي هي كانت خاصه مثلا يعني بامريكا، واللي حصل فيها شويه مشاكل كده يعني ايه من فتره، وبرضه بعض الحاجات الخاصه بطالبان برضه، وكانت يعني اغسطس اللي فات، والقصص طبعا بتاعت افغانستان يعني مش عايزين نخوض في تفاصيل فيها من الجانب السياسي. وعندنا برضه من اهم الحاجات يمكن اللي كانت الناس يعني بتدور على كل تفصيله فيها وهي عن الكورونا. يعني احنا في حياتنا دلوقتي ما ورناش حاجه غير ان احنا نشوف يعني هنحل الموضوع ده ازاي. العالم كله البعض بيتساءل ويقول مثلا ايه اللي ممكن يحصل لا قدر الله لو في اعراض جايه بالشكل ده. البعض برضه بيتساءل بيشوف ايه هي ممكن متحولات كورونا اللي احنا فيها دلوقتي، يعني انواع اللقاح كمان واللقاحات لقاح كورونا إيه ومتحور كورونا الكورونا والاطفال فوق ال50 تحت ال50 الاطفال. بقينا يعني دلوقتي بقينا نسمع عن انواع يقول لك لا ده فوق ال50 كويس، لا في نوع اللي هو لغايه سن ال30 ده كويس. دلوقتي بعد ما بدا يحصل حاجات للناس فاهم بدا ده يبقى باين اكتر، وده كله برضو عرفناه من خلال مش جوجل. عارف هو لا هو خلي بالك اصل مشكله جوجل ايه بقى، او اي حد عايز ينزل حاجه على الانترنت بينزلها، فممكن البعض يخوف الناس من حاجه ممكن مش صح. دي حقيقة. وممكن العكس صحيح. صح. هي الفكره احنا بناخد بس اللي اتعمل عليها ايه يعني بحث بشكل اكبر، او الناس كانت بتدور عليها. صح. فبقت خلاص موجوده بالنسبه لمصر والوطن العربي وكمان للعالم كله. لكن احنا بنعرف اللي هو التفاصيل من ضمنها كورونا مثلا. ومن ضمنها ايه تاني؟ اكيد الاهلي. الاهلي اكيد. العالم كله عمل سيرش على الاهلي.